هل يجوز أن أستشهد بحديث ضعفه الشيخ الألباني وفي نفس الوقت يذكره الشيخ ابن عثيمين أو غيره؟ أحبائي في الله، الشيخ الألباني عالم متفنن في الحديث، في الفقه، في العقيدة، في التفسير، متفنن يعني في عدة علوم. والشيخ ابن عثيمين متفنن في عدة علوم، لكن الشيخ الألباني علمه في علم الحديث وبروزه في علم الحديث أكثر من علم الفقه. فقيه فقيه، لكن علمه في الحديث أكثر من إيش؟ من الفقه. الشيخ ابن عثيمين متفنن لكن علمه في الفقه أكثر من الحديث. فبالتالي إذا مسألة فيها خلاف بين الشيخ الألباني في علم الحديث وبين الشيخ ابن عثيمين، لا، بأخذ كلام الشيخ الألباني. ليش؟ أنه الشيخ ابن عثيمين نفسه شهد للشيخ الألباني بعلم الحديث. نعم.